من حيث العارضات والمتبضعات، أما المعروضات ففي غالبيتها تتعلق بمنتجاتهن. إلى هناك، وهذا التقرير لبادية عزخنيني ورشيد العتابي. مباشرة بعد صلاة الفجر وقبل بزوغ الشمس تظهر لك نسوة في هذه الضروب الضيقة داخل القصر. وجهتهن هذا المكان المعروف بسوق الدليل، هو سوق نسوي بامتياز تعرض فيه هاته النسوة صناعتهن من برانيس وجلابيب صوفية تقليدية تحك في البيوت الفقيقية. كنبيع سلاهم، كنبيعوا الجلالب، كنخدموهم، كنشريو الصوف ونخدموها ونجيبوها لهنا منين نسجوها كنجيبوها لهنا. مراها تتمشى شاي شويه بكري، كنتمشى وكنعيشو بها وكنديرو بها كل شيء. اليوم راها عيانه. لا شويه، لا علاقاش الفلوس، الفلوس اللي مراهم كيجيبوه بكري كان رخا، اليوم راه الغلا ديال المير وديال الربيطايمه وداك الشيء. سوق الدليل أو سوق دليل كما يطلق عليه عند الساكنة، سوق يعود لعقود طويلة إذ ظل مرتبطا بهذا المكان في قلب قصر زناقة. إلى حدود سنة 1944 كان السوق رائجة، بحيث هناك بعض المخطوطات التي تشير إلى أن المرأة الفجيجية حطمت رقما قياسيا في المبيعات التي وصلت إلى 2005 برنوس وجلباب. إلا أنه حاليا نظرا لتحول الحياة اليومية في المجتمع وكذلك انفتاح المرأة على المسائل الحديثة والوسائل التكنولوجية وما شابه ذلك، إذن أصبحت هذه الصناعة تعرف شيئا من الركود والانقراض. ويظل هذا المكان جزءا من المعالم التراثية لهذه المدينة الواحية، يبقى الحفاظ عليه وعلى رمزيته من خلال خصوصياته وخصوصيات هذه الحرف التقليدية أمرا ضروريا.